العاب الفيديو جيم طبعا عشق. لعبه من الالعاب الجميله جدا اللي بتفكرني بالطفوله بتاعتي. طبعا وانا ماشي كده في دريم بارك لقيت حاجه زي لعبه او حاجه زي كده البيت المقلوب. في لعبه المراكب المتحركه بس شكلها فاضيه خالص ما فيهاش حاجه لانها ما فيهاش ميه خالص. بعد كده في اللعبه دي عباره برده عن مراكب كده كل خانه من دول بتلف لوحدها وبعد ما بيلفوا كلهم يقوموا طالعين فوق 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 فوق, فوق هناك كده تمام وهم منزلين لهم تاني. برده اللعبه دي من الالعاب اللي بتدوخ ان انا اصلا مش بحب معظم الالعاب اللي بتدوخ. فتعالوا مع بعضينا بقى نروح نشوف هنا كده العاب الفيديو جيم. العاب الفيديو جيم طبعا عشق يعني ممكن اجي اقعد بس هنا بس في العاب الفيديو جيم بس طبعا كل حاجه بكوين. هنشوف دلوقتي من احسن الحاجات في العاب الفيديو جيم طبعا اللعبه دي بس لازم يكون معاك واحد تاني هناك تلعب تقعد بقى على العربيه اكنك في الحدث اكنك بتلعب جوه اللعبه. طبعا هنا برضو تقوم حاطط الكوين هنا او اتنين كوين وبعدين تمشي بالزراير هنا وتختار الدبدوب اللي انت عاوزه واي دبدوب تنقيه خلاص يبقى بتاعك. اهم حاجه يقع في الحته اللي هي في النص دي. طبعا هما قاعد مستنيني طبعا. ده 1 كوين عمله واحده والكوين ب 5 جنيه. ودي محتاجه كام اهو؟ مثلا اللعبه دي محتاجه عملتين. بعد ما خرجنا من العاب الفيديو جيم هنيجي كده نلف هنا هنلاقي المسرح الروماني. المسرح الروماني بيبقى معمول فيه حفلات وبيجي فيه ناس يغنوا. مره كان فيه حماده هلال وناس كتير مغنيين بيجوا يغنوا بس الحاجات دي كلها بتبقى بالليل. دلوقتي بقى هنروح نلعب لعبه تصادم السيارات بالكهرباء. اللعبه دي يعني لو كانت المدينه رايقه او زحمه بتلاقيها زحمه على طول برضه. لعبه من الالعاب الجميله جدا اللي بتفكرني بالطفوله بتاعتي. انا هخش العبها دلوقتي وممكن نركبها كذا مره على فكره. بس شايفين كل ده صف مستني الدور. هنروح نستنى في الطابور كمان مش زحمه قوي بس كويس. قلنا I'm gonna do try. يلا بينا يا جدعان. طبعا زي ما انتم شايفين البنزين هنا. احلى لعبه ده ولا ايه؟ ربنا يوصل بس ايه ما حصلتش تصدمات كتير. تجربه ممتعه. زي ما انتم شايفين احنا بدانا رحله التصادم. عربيات كتير هنا. ابعد عني ابعد عني. زي ما انتم شايفين انا لوحدي اصلا هنا ما بحبش التصادم اصلا. ماشي كده في امان الله. بعد كده جينا عند لعبه الصاروخ. الصاروخ دي لعبه كده لوحدها موت. هنشوف اللعبه. طبعا لعبه الصاروخ تبقى قاعد كده في امان الله تلاقي نفسك فوق في الدور ال 80 وتنزل تاني. فشوف قلبك هيدق كام دقه وانت واقع. الناس اللي كانوا هنا عادي قاعدين اهو في امان الله ومفيش اي حاجه هقوم طالعين فوق. الواحد هنا في اللعبه دي قلبه هيدق 500 مره في الدقيقه 500 مره في الثانيه قصدي. زي ما انتم شايفين طويلة جدا جدا جدا. يجي 50 دور او 40 او 20 او 40 دور في الحدود دي. هي اللعبة كلها في الطلعة دي. الطلعة تبقى بص شايفين شايفين يا الله جابه بينزل واحدة 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 على مهلك على اقل من مهلك. بس اللي يطلع بقى يكون قلبك خلاص مات. خلاص يلا بينا نروح نشوف لعبه ثانيه. بعد كده طبعا لعبه قطر الموت
قطر الموت دي اخطر لعبه موجوده هنا، انا اصلا مش هركبها. شايفين القطر؟ القطر هناك اهو فوق، بيطلعوا فوق كده وينزلوا لفه لفه جامد، وفي هنا اخطر حته رجلهم فوق ودماغهم تحت زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين طبعا كله بيصوت من هناك. شايفين وصل لحد فين؟ بعد كده بينزل طبعا هنا طبعا ايه سباق السيارات، بس دي بقى سيارات البنزين. لعبه جامده جدا وممتعه. التذكره لوحدها هنا ب 50 جنيه تمام. طبعا وانا ماشي كده في دريم بارك لقيت حاجه زي لعبه او حاجه زي كده، البيت المقلوب زي ما انتم شايفين، هو بيت بس كل حاجه فيه مقلوبه. هنا البيبان يعني السقف تحت والعربيه فوق، حتى العجله شايفين متعلقه ازاي. حتى كمان اوريكم هنا في العربيه قدام زي ما انتم شايفين هنا كده، اكنه فعلا بيت، هو فعلا بيت مقلوب. هنا العربيه اكنها راكنه قدام البيت، والبيت فعلا مقلوب والعربيه مقلوبه، يعني اكيد بقى جوه برده كل حاجه مقلوبه. اللي صمم البيت ده او اللعبه دي اكيد عبقري، يعني حاجه جميله جدا. ونسيب بقى البيت المقلوب ونيجي هنا عند السلسله، يعني بقى قاعدين هنا وهتلف بينا هتطلع فوق زي ما انتم شايفين فوق خالص. هنا السلسله طلعت فوق، الناس اكيد فوق ايه شايفين السحاب. ينزلوا هنا تحت برضه حوالي 30 دوره او 40 دوره. انا سامع واحد فوق عايز يعمل حمام. بعدين جينا هنا عند قلعه الرعب، ورينا اخر حاجه هترعبنا ايه. هنخش ونشوف. نخشوا من هنا دلوقتي، نخشوا من هنا وخارجين من هنا. طبعا في رذاذ ميه بينطر من فوق، بينزل من فوق. وادي الديسكفري زي ما انتم شايفين، تطلع فوق وتنزل وهي بلفه. يا ربي انا بفكر اركبها بالكوبون اللي معايا ده. يلا بينا. وتبدا بقى خلاص الديسكفري ايه تهدى كده واحده واحده بعد ما كانت ايه تطلع فوق. نخش دلوقتي ونركب لعبه الديسكفري، ربنا يستر علينا. اقعد فين؟ اقعد فين يا جدعان؟ اختار انهي كرسي؟ الديسكفري كلها فاضيه، كلها فاضيه، مفيش غير انا. مين اللي هيصوت يا جدعان؟ انا اللي هصوت ولا ايه؟ ف حلو الكرسي ده، نقعد هنا. شكلي انا اللي هركب لعبه لوحدي، لعبه فاضيه مفيش غير انا، تذكره واحده، نفر واحد. يلا بينا بقى نستنى. تمام، خلاص كده نسيب الموبايل هنا عشان اخلع. خلاص ركبت لعبه الديسكفري ودلوقتي خلاص هنمشي. اللعبه بص تحس ان انت طاير فوق في السماء، انا ما قدرتش اتخيل. ودلوقتي خلصنا العاب الكبار، الالعاب الصعبه والالعاب المجانيه، وهنا في ورايا هنا منطقه العاب الاطفال. اي طفل مثلا فوق الثلاث سنين اربع سنين خمس سنين وانت طالع، المنطقه دي مناسبه جدا للاطفال. فبرضو المدينه مناسبه كلها للعائله، الاطفال العائله الكبار كله كل الفئات هتلاقي في لعب في دريم بارك. يعني في دريم بارك فعلا هتنبسط. تعالوا مع بعض نكتشف المنطقه سوا. هنا هو المفروض المدخل، برضو في كل حته هتلاقي سوبر ماركت، هتلاقي محلات مطاعم،
هتلاقي كافيهات تمام، فما تحملش هم الاكل يعني، والاسعار يعني متوسطه في حدود المتناول. هنا طبعا سفينه نوح، هنبدا بسفينه نوح. نوح، سفينه نوح طبعا اصعب حاجه فيها الناس اللي بتقعد في الاخر ورا هنا، والناس اللي بتقعد الناحيه الثانيه بس عشان الكشك. زي ما انتم شايفين الاول حاجه خالص السفينه بتبدا اكنها عاديه صغيره رايح جاي رايح جاي تمام. اصعب حاجه بقى الناس اللي فوق هنا وهم نازلين النازله دي، بيحس بقلبهم كده ايه، قلبهم بيتخطف منهم. شايفين انا لسه راكبها، كان احساس صعب بصراحه. تفضل كده بقى ايه حوالي 5 دقايق رايح جاي رايح جاي، ايه تستمتع بقى ايه بالنزول والطلوع. نروح بقى نشوف لعبه ثانيه بقى. طبعا برضو في لعبه صاروخ بس بقى ايه للاطفال الصغيرين، زي ما انتم شايفين حاجه بسيطه جدا بس يعني للاطفال الصغيرين. طبعا برضو هنا في لعبه طيارات كده برضو صغيره للاطفال، واللعبه دي كمان مش عارف ايه، هنا مراكب واكنك ايه ماشي بالمركبه، مش عارف بقى بتنزل وتطلع ولا بتعمل ايه. وهناك بقى طيارات اهي للاطفال، هنا مدينه كامله للاطفال. بس في لعبه جميله جدا للاطفال انا هروح العبها، هي اللعبه دي. اللعبه دي في منطقه العاب الاطفال وانا بحب اجي العبها، اسمها بامبر بوت، وهي عباره عن بوت كده صغير بتروح تاخده في مركب وانت اللي تمشي فيه تتحكم بيه. هنخش بقى دلوقتي بس هنستنى الدور. لعبه جميله جدا على فكره وممتعه. طبعا الجبنه بتاع هنا بندوس عليها عشان ايه تشغل الموتور. عارف هنا دي فيك تمام، دي الاصليه. المفروض بقى نمشي كده نروح هناك ونرجع تاني. شايفين انا هعمل امريكاني دلوقتي، شايفين وقف نعمل امريكاني، نعمل امريكاني كده في المايه. دواخيني يا ليمونه، دواخيني يا ليمونه. شوف انا عماله ليه، ده الامريكاني بقى، ده الامريكاني بتاعك. بس هنقف هنعمل زي ما انتم شايفين، اللعبة جميلة جدا ومناسبة لكل الأعمار، الصغيرين والكبار وأعتقد إن حمام السباحة ده مش غويط يعني بس بيقضي الغرض. اسمها بامبر بوت. معقول يعني عمال ألاعبك معايا وتتبسط معايا بالطريقة دي وما تنزلش بقى تعمل لايك وشير؟ عايزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك، نقدر نعملها إن شاء الله. طبعا القطر ده بيجي بقى هنا في أول المدينة كلها، بيلف المدينة ايه كلها، قطر كبير جدا برضو بايه بياخد كتير ناس. ده القطر اهو كل عربة فيها 4 زي ما انتم شايفين. ده بقى بيلف المدينة كلها، بيمشي على راس كل ساعة يعني على الساعة 6 يبدأ يتحرك. وبكده تنتهي جولتنا النهاردة، اتمنى يا رب ان الفلوج ده يعجبكم، ان شاء الله الفلوج ده يعجبكم بعد كل الفسح والحاجات اللي انا فسحتها لكم دي. ما تبخلوش عليا بقى بلايك وشير واشتراك في القناه عشان ان شاء الله اول ما انزل فيديوهات جديده توصلك على طول اول باول. اكيد طبعا انا على رايي دريم بارك اجمل مدينه ملاهي في مصر. طبعا في حاجه اسمها دريم زو فيها بعض الحيوانات، جمال، سحلفه، قرود. اتمنى يا رب ان الفيديو ده يعجبكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وشير واشتراك في القناه عشان ان شاء الله اول ما انزل فيديوهات جديده توصلك على طول اول باول. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.